عندنا بقى كلام كتير هنتكلم فيه عن ماتش الاهلي وسموحه وعن الاستعدادات لاستكمال مباريات دوري ابطال افريقيا وعن السفر لتنزانيا وطبعا بالمره كمان هنتكلم شويه عن دوري ابطال اوروبا. كل ده يعني هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا كابتن اسلام عادل نجم النادي الاهلي السابق اللي بنسعد وبينورنا دايما في البرنامج. صباح الفل عليك. صباح الفل. صباح الفل. انا هون مبسوط جدا. ربنا يخليك. والواحد يعني اقول الحقيقه بقى هتكلم بصراحه كالعاده في فقراتنا يعني لا انا زعلانه على المستوى الشخصي كواحده من الجماهير مش كاعلام بقى وطالع يبقى موضوعي. انا زعلانه لان بعد اللي حصل في الجونه قلنا لا معقوله بقى مع سموحه هنكرر نفس النتيجه ونفس الفنيات ونفس الاخطاء. اللي حصل ان احنا كان ممكن نفوز بشكل كبير لان انت كنت متوقع اللي قدامك هيلعب ازاي، هيقفل اللعب، هيلعب دفاعي. هو اصلا داخل مش عايز يفوز، هو داخل عايز يتعادل، ده بالنسبه له كان المكسب. فالدنيا سهله وواضحه وسلسه ورغم ده انت برضو ما حققتش المطلوب منك. طب ده بتفسره بيه كابتن اسلام؟ في هدوء شويه في اداء لعيبه النادي الاهلي، مطمنين شويه. فكره برضو انك بتلعب بطولات محليه، حاسس ان البطوله بالنسبه لك سهله لان انت سابق بفرق كبير جدا. وساعات برضو خد بالك احنا بنكسب البطولات واحنا في مستوى وحش لضعف المنافسين، ما تلاقيش حد قادر قوي ان هو ينافس النادي الاهلي. حتى الزمالك يعني الغريم التقليدي اللي هو تاريخيا بينافسنا المفروض عنده مشاكل اداريه وفنيه بقاله فترات طويله جدا، فهو بعيد. فانت مطمن يعني انت مش برضو ايه، انت كنادي الاهلي مش مصدق ان طول ما الزمالك بعيد انت مش مصدق ان بيراميدز ياخد منك الدوري، مش مصدق ان فيوتشر ام بي. أيوه. انت برضو مش مصدق دي، ففي امان شويه، انت مطمن شويه، مرتاح شويه. اللعيبه يعني بتفرج على المباراه، حتى في لقطه كده مثلا امبارح لعلي معلول المسعف كان في الملعب فبيحاول يطلعه من مكان اقرب يعني. انا مش مصدقها يعني، مش مصدقها، مش قصدي ان هو بيمثل، لكن لا، في حاجات تتعمل اكتر من كده من اللعيبه علشان نقدر نكسب المباراه. لكن في النهايه الهدوء اللي دايما احنا بنتصرف بيه هو ده اللي بيساعدنا ان احنا نحافظ على شكلنا وكياننا، ما نتهزش، نحافظ على كده. رجحت كفه الكلام اللي كانت نهاوند بتقوله في الاول. طبعا. هي كانت شايفه ان السبب الرئيسي بل وقد يكون الوحيد هو الثقه الزايده. انا كنت شايف ان ممكن يبقى في ميكس من اسباب مختلفه. قد يكون من ضمنها التراخي، قد يكون من ضمنها الاجهاد، قد يكون من ضمنها عدم التركيز، لكن انتوا كلامكم تقريبا واحد يعني. لا يعني هيبقى اجهاد ازاي يعني؟ مثلا اكرم توفيق كان بعيد عن الملاعب بقاله فتره طويله جدا، موجود ما اعتقدش انه مجهد يعني، ونزل تدريجيا بشكل كويس. كريم فؤاد كمان كان موجود، بنشوف حتى المباريات الاخيره اشراك عدد كبير من اللعيبه اللي هم الناشئين، والراجل بيحاول يعمل روتيشن يعني مش وحش. لا انا مش شايف فكره الاجهاد دي، انا مستبعدها تماما. لكن الهدوء الغير مبرر خاصة ان احنا في وقت قليل خسرنا بطولتين ورا بعض، فمش متعودين ان احنا انا بقول لما اخرج من بطولة السوبر ليج البطولة الجديدة الافريقية انا اخترتها يعني، انا في السيمي فاينل او في اي دور انا اخترتها، لانه انا دايما مرشح ان انا اكسب اي بطولة. وكنا بنتكلم على شكل البطولة دي ان هي بتتعمل لاول مرة، فكنا حابين ان النادي الاهلي دايما يبقى اسمه بيتحط دايما تاريخيا يعني كده، ويوفق يعني انه اي حاجة بتتعمل لاول مرة. احنا كده كده في الاخر، في الاول وفي الاخر زي ما اتفقنا قبل كده طبيعي بننافس نفسنا، فبنبص لارقامنا احنا ما بنبصش لحد تاني. وكنا بنقول طول الوقت انه كل 10 سنين بيظهر فريق في افريقيا يحاول ينافس النادي الاهلي. الفريق اللي ظاهر في الفتره الاخيره هو سان داونز، وقبليه كان مازيمبي، وقبليه ترجي، وقبليه الرجاء، يعني فرق كتير، لكن احنا اللي باقيين دايما. لكن البقاء ده يستحق منك انك تحاول بشكل اكبر من كده، انك تجتهد، انك تنافس نفسك، ان كل تمرينه جوه النادي الاهلي، مش كل مباراه، كل تمرينه جوه النادي الاهلي لازم تبقى احسن من التمرين اللي قبلها بكتير جدا. فما بالك بقى بمباراه محليه او افريقيه. تجديد الدوافع مهم جدا. انا شايف ان العمل الاداري جوه الفريق مهم جدا، لانه انت بالذات الناس المصريين يعني، المصريين برضو في الاول وفي الاخر المدير الفني الاجنبي هو مدير فني كبير، لكن في الاول وفي الاخر هو موظف النادي الاهلي، هيجي فتره طالت او اسرت وفي الاخر هيمشي. الاسطوره مانويل جوزيه مشي، كل الناس مشت، كل الناس عملت ارقام غير مسبوقه ومشت، لكن اللي باقي احنا، اللي باقي احنا كلعيبه، لان احنا بعد شويه هنبقى مسؤولين، وبعد شويه هنبقى جمهور، وطول عمرنا هنفضل منتمين للنادي الاهلي. فانا غيرتي وغيرت نهاوند وغيرت حضرتك على النادي الاهلي من اي مكان، في القناه، في الملعب، في المدرج، هنفضل غيرانين طول الوقت على النادي الاهلي. فلما تلاقي نهاوند بتقول لك كلام يعني ممكن الناس تقول لك المفروض ان هي تدعم النادي الاهلي، ما هي كده بتدعم النادي الاهلي. ما هو مش دعم النادي الاهلي ان انا اقول لما نعمل حاجه وحشه، ده اولى خطوات الاصلاح والاعتراف بوجود اخطاء. ولو ما اعترفناش ان في اخطاء هيبقى عندنا مشكله، واحنا اول ناس لازم نعترف بالخطا ده. كمان تقييمنا لنفسنا لازم يكون صادق يعني، لازم مش عايزين نضحك على نفسنا. انا هكون صادق معاك ومش هخبي عليك، احنا لازم نطلع فاصل سريع يلا ونرجع بعدين نكمل. يلا يلا. طيب حديثنا لسه مستمر مع كابتن اسلام عادل، وبنتكلم تحديدا عن مباراه امس يعني الامر اللي حدث كان غير متوقع تماما، والاهلاويه كلهم والجماهير محتاجين افاقه لحد ما من اللعيبه، يعني بامر يترجم
فنيا على الارض مختلف، ونتيجه كمان لان انا لو اتكلمت ان انا محليا وضعي كده، طب انا ما اجي بعد كده اتكلم افريقيا، هو الوضع على فكره مش مطمئن خالص برضو اكتر يعني. وانا خايفه حتى من كل مباراه احنا بنتكلم، قلنا يعني هو ميدياما وهو يانج افريكانز وبتاع ابعاد قوي، بس حضرتك شفت الاداء عامل ازاي برضو. بالظبط يعني. بالظبط يعني هي الفكره زي ما بقول لك، الاداء فعلا احنا مش راضيين عنه بشكل كبير جدا، وانا متاكد ان كولر مع اللعيبه واللعيبه نفسهم مش راضيين عن الاداء، وكويس ان ده بيحصل في بدايه السيزون لانه ده كده بيحصل يعني. زي ما بقول لك مطمنين شويه، لكن الهدوء مهم جدا ان احنا نحاول نصلح ما يمكن اصلاحه. شويه جديه بس يعني، انا مش شايف ان احنا عندنا مشاكل فنيه كبيره، شويه جديه لان النادي الاهلي يعني بالنسبه لنا مش منطقي ان احنا نقعد نلعب 90 دقيقه مش عارفين نحرز عدد كبير من الاهداف. برده في المباراه افريقيا برده اتاخرنا علشان نقدر نجيب جول، وبعدين لما بيجي جول بتلاقي الدنيا فتحت بقى، بتلاقي الدفاعات الفريق اللي قدامي خلاص اللي هو بيلعب علشانه خلاص دخل فيه 1-0، فبالتالي عايز يعوض او على الاقل ما بقاش عنده نفس التحفظ، فتقدر تجيب جول تاني وتالت. وخدي بالك مش من دلوقتي بس يعني، تاريخيا كل الانديه اللي بتلعب النادي الاهلي محليا وافريقيا بيدافعوا قدام النادي الاهلي، فده موقف مش جديد علينا، كل الناس بيلعبوا ب 11 لعيب قدامنا بما فيهم حارس المرمى كلهم بيلعبوا يعني. ساعات بنحسن التعامل مع التكنيك ده اللي بيستخدمه المنافس وساعات بنستق فيه لما يكون التكتل الدفاعي مبالغ فيه، ما برضه بيخلي مهمتك مش سهله. لازم يكون عندنا حلول للنوع ده من الاداء اللي بنشوفه من بعض الفرق المنافسه. علشان كده بقول لك التصويب مهم جدا، يمكن اضافه امام عاشور للنادي الاهلي يمكن هو اللاعب الوحيد اللي في نص الملعب اللي بيحاول يشوف يعني الحقيقه اضافه رائعه جدا، لعيب مختلف في مصر طبعًا كلها طبعًا. يعني بيشوط بشكل كويس جدا، اوقات كتير جدا مهم برضه ما تعنتش مش كل شويه العب من العمق، لا تبتدي تلعب بقى من الاطراف شويه، تعمل كروسات شويه من الجنبين، وتبتدي تلعب اثنين سترايكر، وتبتدي تلعب بثلاثه، وتبتدي خد بالك برضو من خارج خد بالك من الفكره برضو ان الفريق المنافس بيعمل ايه، بيرص عدد كبير جدا في ال 18، ما ينفعش تحط خمس لعيبه وانت تبقى عندك لعيب واحد او اثنين، لازم تبقى في خمسه. انت خلاص كده يعني انا في شايف ان في اوقات كتيره جدا التعادل بالنسبه لك زي الخساره، فتستغنى عن حد في المدافعين او من نص ملعب وتحط سترايكر، تلعب باثنين وتلعب بثلاثه ما فيش مشكله خالص على الاطلاق يعني. انت تفتكر مانويل جوزيه في مباريات كتيره جدا كان بيلعب وائل جمعه وهو مساك يلعبه فيروت، حصلت كتير جدا في اوقات كنا او في اوقات كتير جدا من المباريات يعني. فانا شايف ان كولر محتاج برضو مرونه تكتيكيه شويه، تنويع شكل اللعب بشكل كبير شويه، لان الناس كلها طول الوقت خد بالك انت برضو انت الايدل بتاع مصر، انت كل الناس بتبص عليك وعارفين كل تفاصيلك طبعا. عارفين علي معلول بيلعب ازاي، وعارفين امام عاشور بيلعب ازاي، كل الناس حافظه تفاصيل اللعيب، فده بيصعب المهمه بتاعتك. لكن في النهايه هو ده قدرك، انك انت برضو اكبر نادي في افريقيا، فده قدرك ان كل مباراه تبقى بالنسبه لك صعبه علشان تحافظ على الشكل ده، هو ده التحدي انك توجد حلول طبعا. بقى للقصه حلول فنيه مهمه جدا، وتاني وتالت ورابع الدوافع. النادي الاهلي لو عايز يكسب هيكسب، اي حد جوه بره لو عايز يكسب هيكسب. انا بنزل الملعب اكيد عايز اكسب، لكن بتعمل ايه عشان عايز تكسب هو ده المهم. ما اكيد احنا النادي الاهلي عايزين نكسب، لكن في النهايه هل الغل والقوه والقدره على المكسب والفوز بالالتحامات والكره الثانيه والكره الاولى والكروسات والرغبه، هل ده موجود؟ ما كانش موجود بنسبه كبيره، لا مفتقدينه شويه مقارنه بالموسم الماضي يعني. احنا كنا خارجين الموسم الماضي من موسم سيء اللي قبليه وقلنا هنعوض وقد كان، وانت من اول مباراه في الموسم السنه اللي فاتت كنا اكثر من رائعين وماشيين فعلا اتجاه واحد ما بيتغيرش. دلوقتي انت بادي بدايه غير موفقه تماما، وكل مره بنقول يمكن هنعوض يمكن هنعوض، ولسه واثقين ان احنا هنعوض على فكره، لسه بدري، بس احنا خايفين يعني. الموسم ده احنا خايفين. ولما هتكلم بقى افريقيا، طيب هو متوقع ان كولر المفروض هيلعب بقى بتشكيل مختلف في افريقيا. طب بالنسبه ليانج افريكانز انا برضو بشوف ان هو مش من المنافسين اللي انا مفروض يعني اقلق او احس ان انا داخل مباراه مش هعرف اخلصها في الدقايق الاولى. ايه بقى اللي هيحصل يعني، متوقع ايه من النادي الاهلي في هذه المباراه؟ زي ما بقول لك انا ما بقلقش قوي من اسماء المنافسين، بقلق من حاله النادي الاهلي. فبالنسبه لي فريق كبير فريق صغير مش هتفرق كتير. طب الافاقه فين؟ ابقى قلقان جدا وانا رايح العب مع اي فريق لو انا حالتي مش كويسه، وابقى مش قلقان خالص لو انا رايح العب مع اقوى فريق بس انا حالتي كويسه. يعني احنا واحنا رايحين نلعب فاينل افريقيا السنه اللي فاتت وانا مطمن من حاله اللعيبه وعارف ان الراجل ده بيدافع كويس قوي، فقلت هناك مش هيدخل فينا جول، ولو دخل فينا جول هنعرف يعني هنجيب جول ونعرف نعوض، مهم ان احنا نجيب حاجه يعني. فانا كنت مطمن، انما حاله لعيبه النادي الاهلي بص خليني برضو اقول حاجه عشان تبقى الامور في مفيش حاجه مقلقه قوي يعني. لما نيجي نتكلم في ان احنا محتاجين يبقى عندنا جديه شويه او اصرار شويه، دي حاجه مش مقلقه يعني، دي حاجه في المنتل بتاع اللعيبه يعني. احنا ممكن تقعدي نعمل اجتماع كده فنحمس بعض فنقدر نحلها يعني. هو كولر نفسه كبيرة. كان تحس في المؤتمر الصحفي متضايق يعني. ما كانش ده شكله
في مباريات سابقة يعني ما كناش بنشوفها، بس هو يمكن ابتدى يحس ان في حاجة غلط لازم واقفة من ردود افعال الجمهور تجاهه. يعني شفت برضو احد المشجعين برضو ابتدى يتكلم، يعني لان حاجات هو بالنسبة له الراجل في الاول وفي الاخر هو راجل اجنبي موظف، يعني في الاول وفي الاخر، وفي الاول وفي الاخر هو ماشي ماشي دلوقتي بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة راجل كده. لكن النادي الاهلي انا دايما يعني بخلي الجوب ديسكريبشن يروح اكتر للمين؟ للمصريين. المصري ده اللي موجود في جهاز النادي الاهلي مش مجرد بقى موظف، ده واحد ابن النادي، واحد عارف الجمهور بره بيفكر ازاي، وعارف اللعيبه بتفكر ازاي، وعارف الضغوط اللي علينا عامله ازاي، وده اللي باقي. طب خليني بقى من نفس المنطلق ده اسالك السؤال ده. التعبير بتاع تجديد الدوافع بيتقال كتير، المصطلح ده بقى حتى مستهلك في الفتره الاخيره. واحنا ايه اللي يخلينا نبقى مضطرين نجدد الدوافع عند اللعيبه؟ مش المفروض اللعيبه من نفسها عندها الدوافع دي وعارفين كويس قوي هم لابسين تيشيرت مين، وحتى للمجد الشخصي يا سيدي. ايه اللي بيخلي الدوافع او العزيمه تقل شويه فنبقى احنا بدورنا مضطرين ان احنا نجدد الدوافع عندهم؟ بص، كلمه الدوافع دي عمرها ما هتقدم، هتفضل موجوده طول التاريخ، لان هو عنصر مهم وعنصر اساسي. ممكن ابقى مطمن شويه ان انا مطمن على مكاني كلعيب ان انا كده كده بلعب اساسي، او مطمن على مكاني كفريق ان انا كده كده متصدر الجدول لما العب الماتش بتاعي المؤجل يعني. لكن في النهايه الدوافع لازم تتخلق طول الوقت، مش هتقدر طول الوقت، لازم يبقى في منافسه طول الوقت، لازم يبقى في منافسه على مركزك وعلى مكانك، ولازم ما تبقاش مطمن، مش هتتغير، مش هتعرف. فكره ان انت توصل لحد زي كريستيانو رونالدو بنفس العقليه ان تجيب لعيب بقى هو بيخلق لنفسه الدوافع، احنا لسه ما وصلناهاش عشان نكون واضحين، يعني هتبقى صعبه. يعني ممكن تلاقي حتى مثلا عبد المنعم، انا شايف واحد من احسن المدافعين في افريقيا، رائع يعني، لكن في النهايه هو برضو يعني حاسس بنفسه. سؤال، اي لعيب متحمل المسؤوليه مش المفروض ان هو عنده تجديد ذاتي للدوافع جوه؟ سمات شخصيه بقى، يعني سمات شخصيه يعني صعب جدا ان انت تلاقيها في الاجواء بتاعتنا. واللي بيساعد في القصه دي عوامل كتير جدا، ان احنا برضو كجمهور يعني وكميديا بنسرع جدا في تنجيم اللعيبه، واللعيبه بتعطل، يعني الموضوع ده بيأذي اللعيبه بشكل كبير جدا. تنزل تشوف بقى اللعيب نازل في الشارع، تلاقي العالم كله حواليه، بتلاقي الحياه بره برضو هو نجم كبير جدا، بتلاقي في الملعب هو مطمن ان هو يكون متواجد، مشاركاته موجوده بشكل كبير جدا، مفيش عقوبات ماديه، فمفيش اي حاجه يعني تقلقه، فبالتالي هو مش قلقان. ده خد بالك دي طبيعه بشريه يعني. فانك تلاقي واحد منتال مختلف، هو رونالدو واحد بس في العالم في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده. يعني حتى ميسي كسول، يعني بص ربنا مديله موهبه عامله ازاي، بغض النظر بقى عن ذا بيست وجائزه كره ذهبيه اللي بياخدها كتير اللي انا مش مقتنع بيها دي، لكن في النهايه هو ليه؟ لا، لانه رونالدو غريب الكلام ده، انا في النص. لا هقول لك، بس عشان خاطر في الاخر برضه، ما هو يعني السنه بيلعب في امريكا، وايا كان حتى كاس العالم يعني، ما يعني برضه كاس العالم هو التيم الارجنتين تيم كبير، بس مش عايز اخرج بره الموضوع، لكن هو رونالدو واحد يا جماعه، يعني هو رونالدو واحد في الدنيا. والله كلام محترم، انا برايي كده برضه. خدي بالك برضه الفرق ما بين رونالدو وميسي. بصراحه رونالدو وميسي خد بالك الفرق كبير جدا، ربنا ادى لميسي موهبه من عند ربنا، والراجل ده يا عيني قعد يكافح طول حياته عشان يقدر يبقى منافس للموهبه دي. وبعدين بص، في السعوديه النهارده بيجيب جوال عامله مش جوال سهله، انا كنت متخيل بقى ايه، قلت ذكي جدا راح برده دوري مريح، فهيفضل برده الناس بصاله ان هو جامد، بيجيب جوال حلوه قوي بعد اللقطه الاخيره اللي عملها بنالتي، عدم احتساب ركله الجزاء دي. لا بصراحه يعني ظاهره، يعني بامانه لو كان في ظاهره في كوره انا شفتها بعيني، عشان برضو في اجيال قبل كده ما شفتهمش، فما اظلمش يعني، لو في ظاهره فهو رونالدو الحقيقه يعني. نروح لدوري ابطال اوروبا ولا نروح لايه؟ والله الواحد يعني نروح لدوري ابطال اوروبا ولا نروح فين؟ هنروح فين يعني؟ طيب بتشوف المنافسه الموسم ده برضو ازاي؟ ايه التوب 3 او نقدر نقول التوب 3 في الفرق؟ مين برضو بترشح؟ هل هو برضو زي ما بنقول كل موسم نفس التكرار، ولا شايف في منافسين ممكن يكونوا مختلفين الموسم ده؟ لا، الكوره بقت شبه بعض شويه. بعد ما رونالدو وميسي خرجوا، اللعيبه الجامده ما بقوش يعني، اللعيبه المختلفه مش موجودين كتير يعني. يعني مثلا هالاند في مانشستر سيتي، مبابي مثلا في بي اس جي، مش هتلاقي لعيبه بقى في الانديه، حتى ريال مدريد يعني، فينيسيوس مش يعني مش برضو بحجم رونالدو، ما فيش حد برشلونه بحجم ميسي، فهتلاقي بقى الفروقات ما بقتش كبير يعني. النهارده في مباراه نابولي وريال مدريد، اعتقد مباراه ممتعه جدا يعني، بقى هتلاقي فرقتين كبار بيلعبوا. في العادي لما كان يبقى رونالدو موجود مثلا في ريال مدريد، كنت تتوقع افضليه بشكل كبير جدا لريال مدريد. النهارده لا، النهارده عادي جدا ايكوال يعني، هو يبقى ريال مدريد ان هو فريق زي النادي الاهلي كده بيعرف يكسب بطولات، فهو مرشح دائما يعني، حتى لو هو ما عندوش يعني اللي هو النجم الاول في اوروبا، لكن هو بيعرف يكسب بطولات، هو نادي اصلا بطولات يعني، وعنده لعيبه بقى متمرسه بشكل كبير جدا. لكن خليني اقول لك ان اوروبا الفتره الاخيره الفرق شبه بعض، مستوياتهم قريبه من بعض بشكل كبير جدا. صحيح. مش هتقدري تقولي النهارده بايرن ميونخ مثلا احسن فريق، مش هتعرفي تقولي دي، مش هتعرفي تقولي النهارده برشلونه مثلا مكتسح زي ما كان في فتره من الفترات مع مثلا مع جوارديولا مثلا، مفيش حاجه مختلفه، مفيش فريق بيقدم كوره مختلفه، مفيش فريق بيكسب
بيكسب طول الوقت بشكل كاسح يعني، لا هتلاقي الفرق كلها قريبه من بعضها، في ثبات شويه حتى على صعيد الدوريات الاوروبيه. واتكلمنا عن الدوري الانجليزي، دلوقتي بيظهر شويه، ارسنال كان السنه اللي فاتت بيحاول، استون فيلا حاليا برده شغال، بس برده بيبقى ليفربول ومان سيتي برده هم الابرز. يعني المتعه حسها يعني كره القدم العالميه تم فقدتها، انا مش عارفه اللعيبه اللي ما كانش بيحصل زمان، التكنولوجيا زادت في الكوره، فاللعيبه الفنانين قالوا بجد. أيوه. يعني فكره برضو ان الكوره العلم دخل فيها بشكل كبير جدا، يعني مثلا المان سيتي عنده مثلا 13 محلل اداء، انت متخيل يعني ايه؟ يعني 13، احنا هنا عندنا 1 و2 بالعافيه، عندهم 13 ويمكن بسمع ساعات اكبر من كده، والناس اللي بيشتغلوا جوه التيم بتاع الفريق الاول كتير جدا، كل واحد بيعمل حاجه، فبالتالي دراسه المنافسين، خد بالك ده في المان سيتي، وخد بالك اي سي على ده اصغر فرقه في اوروبا بتعمل حاجات شبه كده، يعني بره الجاب مش كبير قوي، هو باختلاف طبعا ان في نادي غني قوي وفي نادي يعني ما عندوش نفس القدره الماليه، لكن الناس السيستم تقريبا واحد، يعني كل واحد بيطبقه على حسب امكانياته. عقبال عندنا كده كابتن اسلام، يا رب نورتنا في حلقتنا النهارده، بنشكرك على وجودك معانا. بشكرك كابتن اسلام، ونتمنى يبقى في او تعود المتعه مره ثانيه للكره عامه عالميا كمان، لان فعلا كل ما هو متوقع الى حد كبير ممل. على كل حال نورتنا طبعا كابتن اسلام كالعاده، وده مكانك، ربنا يخليك. ونشوف حضراتكم احنا بالنسبه لنا ان شاء الله الاسبوع القادم، ويعني امنيه شخصيه يعني تاني، يمكن الواحد مش في المود شويه، لكن ده حرصا وغيره على النادي الاهلي، لان فعلا الاداء حتى هذه اللحظه مش هقول ان هو حزين، لكن يقلقنا الفتره اللي جايه. ان شاء الله نرجع مره ثانيه نقف على رجلينا، ويتم مصالحه الجماهير من قبل اللعيبه، لان ده اللي احنا اتعودنا عليه كمان. اشوفكم ان شاء الله الحد الجاي، مع السلامه.